سيدنا اكو شخص ياتي دائما يم قرايبه زين فيقوم بسب الحشد، شنو التكليف احنا الشرعي؟ زين هذا يجي يم قرايبه نعم يتحدث ويشتم بالحشد نعم. تدري اول قضيه تكليفنا الشرعي هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. جيد يابا هذا العمل مو صحيح، ذولا اولا ابناء الوطن، ثانيا ذولا ابناء المذهب، ثالثا ذولا ضحوا بانفسهم مو نعم. حينما بلغت القلوب الحناجر ذولا لبوا نداء المرجعيه، هذا كن بين الهياء ان هذا العمل مو صحيح، ننهى عن هذا المنكر. اذا استجاب بهاو نعمت مو نعم. اذا لم يستجب برايك شنو نسوي له بعد؟ هو سنهينا عن المنكر، قلنا له هذا عملك اشتباه، كون مبين لانه مجموعه نعم. حقائق. برايك اذا ما استجاب وظل يكرر العمليه شنو اللي المرحله الثانيه اللي كنا نتصرف وياه؟ شنو يا سيدي؟ انت برايك؟ يعني هو غير امر بالمعروف ونهي عن المنكر ما نقدر نعمل شيء؟ بعدها مرحله اخرى اذ من ما استجاب الاحوط وجوبا انه ابراز كراهتنا للفعل. نعم. يعني واحد يشمئز من تجنب عنه. كراهة الفعل هذا واحد شلون بالعامية أو بتعبير آخر يعني يقلب خلقته جي. من هذا حتى يبين له أنت اللي قاعد تسوي شنو اشتباه نعم.